تفضل السي الورياغلي محمد سليم الورياغلي. شكرا استاذ المحترم على هذه الدعوه الكريمه، ودائما في اطار هذا الجزء الاول ضمان استمراريه زياده الطلبه من المحاضرات والدروس المتبقيه. اذا اشاطر استاذ الاساتذه الراي على اننا جئنا في هذا الواقع، جئنا بكورونا وما استتبع ذلك من قرارات أثرت على مجموع السياسات العمومية، ولا نعلم طبيعة الحال مدى تأثيرها إلا بعد تقييم هذه المرحلة فيما بعد. إذن علينا أن ننظر إلى الأمور بواقعية، نعم، وأقولها وأساند زعيم من مقاله التنظيم بمك، لا نكون مستعدين، لا أحد كان مستعدا لهذا الضم بكل ما يحمل من دلالات ومن معاني. طبيعة الحال عدم استعداد هذا لن أو يجب أن لا يكون له تأثير سلبي على مسار العملية البيداغوجية في الجامعة المغربية. إذن من هنا تبدأ المعادلات والمقاربات. أقول بأننا يجب أن نعيد النظر في منظومتنا التربوية، نعيد النظر في أساليبنا التربوية، وأشار الأستاذ منصور فيني إلى أن الإملاء، أنا فوجئت في 2020 لا زال هناك إملاء من طرف الأساتذة، فأنا أظن هذا نوع من العبث، نوع من العبث. إذا علينا أن نعيد النظر في استراتيجيتنا، علينا أن نعيد النظر في أن نستفيد من أخطائنا، وهذه باب مفتوحة، باب التعليم عن بعد، آلية من الآليات المتعارف عليها عالميا، أتت أكلها طبيعة الحال بين شروط وظروف معينة للأستاذ وللمؤسسات وللطلبة وللآباء. طبيعة الحال هي عملية يعني لا يمكن أن نجزئها، إذا جزأنا هذه العملية، عملية التعليم عن بعد، فإنها تقفل كل دلالة علمية موضوعية. هناك استعداد لوجستي من طرف المؤسسات الجامعية، هناك استعداد من طرف الأساتذة، تعلم التحدث مع الحاسوب، وأنا فعلا عاينت مشاكل في هذا الباب ولكن استطعت تجاوزها. اذا على مستوى الطلبه ايضا هناك مشاكل ماديه، اكراهات ماديه، اكراهات طبيب، اكراهات، هناك مجموعه من الاكراهات، ولكن هذه الاكراهات عليها ان لا تقف حجر عثره امام مسؤوليتنا التاريخيه في هذه اللحظه. اذا من هنا اظن بانه استمراريه المحاضرات والدروس شيء مهم، شيء استراتيجي علينا ألا نفرط فيه. هناك من المجموعة من الآليات اقترحها الرقمنة، يجب أن نستفيد منها. أعطي فقط بعض الأمثلة التي استطعنا نحن في كلية الحقوق المحمدية توظيفها بشكلين مسؤول وملتزم وأتت بها. مثلا هناك مجموعة من الآليات، تقنية الفيديو، تقنية البدايه، تقنية البوان، تقنية الأوديو. كل أستاذ كل وهو مدعو لأن يساهم بالطريقه التي يراها مناسبه حتى يوصل المعرفه الى هؤلاء الطلبه. طبعا الحال هناك ارقام تعلمون باننا عندنا في الدرجه الثانيه الرابعه السادسه قانون عام، قانون عربي، قانون فرنسي، واقتصاد وتدبير، يعني مجموع الدروس على الخط التي تم تنزيلها الى غايه اليوم، يعني من 16 مارس الى 17 ابريل الى غايه اليوم 439 درس وحصه. فالحال هناك الحصه تتراوح ما بين 30 دقيقه ساعه الى ساعه ونصف، هذا شيء جميل. اذا ايضا بالنسبه لمساله الماستر، هناك بعض الاساتذه فتحوا ما يسمى بالكلاس روم، فتحوا لي زوديو، فتحوا لي فيديو. هناك جهد كبير جدا من طرف الاساتذه، يعني بجهد شخصي، ولكن ايضا مؤسسة كلية الحقوق المحمدية مثلا وفرت لنا مجموعة من التقنيات، يعني الضروريات للقيام بهذه العملية. أقول أن هذه العملية ليست كافية. هناك مثلا فوق خيويب للكلية مفتوح في جميع الفروق والمحاضرات بمختلف أشكالها وأنواعها، وهناك أيضا حسابات مفتوحة على الفيسبوك هذا الجهد، هو ثمرة من مجهودات لدى الأساتذة، بطبيعة الحال من
مشاركة يعني البنيات المتوفرة إلى غاية التاريخ على المستوى الرقمي والمستوى الأدوات. إذن هي فرصة حقيقية، هي فرصة حقيقية. لا أقول فرصة حقيقية، يجب أن هذه تجربة شهر وهناك أمامنا شهر آخر، وعلى أساس أن نقوم بوقفة تقييم وانتقاد. إنها علامة قوة أن نعيد النظر في استراتيجيتنا، في سلوكنا، في بيداغوجيتنا، وليس علامة ضعف. أن نقول أخطأنا نعم، ولكن يمكن علينا أن نتجاوز هذا الخطأ لما فيه من مصلحة الطالب بالأساس. نحن كأساتذة، نحن كمؤسسة جامعية، ما هو هدفنا؟ هو الطالب بداية ونهاية، ومن بعد الطالب هناك الدولة، هناك الوطن. إذن هذه العملية نعم فوجئنا، نعم هناك مشاكل، ولكن هناك أيضا مبادرات محمودة ومذكورة لسادة الأساتذة. أقوم على توكليتنا أنهم استطاعوا مواجهة كل المواطنين وكل حسب المستوى، يعني للمتهمة في، لأن هذا هاجس، هذا هاجس يجب أن نتجاوزه. طبيعة الحال أتفق كل اتفاق أن العملية الانتقال من الحضورية إلى الرقمية يكون مستحيل، ولكن يجب أن يكون هناك تدرج، أن نبني مغرب يعني 3 سنوات 5 سنوات إلى 10 سنوات. هذه العملية أظن ليست مستحيلة علينا كأساتذة، لأن هذه مصلحة جماعية. إذن الاستمرارية أظن أنها متوفرة، ولكن تقييمها سوف يكون فيما بعد عندما يطرح سؤال الامتحان، عندما يطرح سؤال كيف نعمل على تقييم هؤلاء الطلبة. طبيعة الحال هؤلاء الطلبة لديهم صعوبات متعددة، نحن نجد صعوبات في بيوتنا مع الويفي، إذا كانوا هذا البورتابل وخدامين راسا في كيوفك الويفي. إذن هذه إشكاليات تطرح على مستوى سياسات أكبر وعلى مستوى سياسات عمومية. إذن نعم مع التدرج الكبير، ولكن مع أيضا أن يتحمل الأستاذ مسؤوليته التاريخية في هذه المرحلة بالذات.